خضوعها لعمليات تجميل أم فوتوشوب. الفنانة أصالة ترد عن تغيير ملامحها. أصالة بالفستان الرمادي. نشرت الفنانة أصالة نصري صورا جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، مما أدى إلى إثارة الجدل بين متابعيها لتغير ملامحها تماما وظهورها بعمر أصغر وأكثر رشاقة. وطلت الفنانة بفستان أحمر وتعمدت وضع المكياج الثقيل، مما تعرضت للنقد والتساؤلات حول استخدامها لام الفوتوشوب أم خضوعها لعمليات تجميل. تعليق أصالة عن تغيير ملامحها. وردت أصالة عن هذا الموضوع خلال برنامج إنسبايدر. هذا موضوع يطول شرحه، هناك الكثير في تغير وجهي، لكن الشرح التفصيلي يلزمني بالجلوس على كرسي والكلام من البداية، لكني الآن في مرحلة الشفاء. وقد نشرت منذ عدة أيام صورة لها مرتدية فستان ذات اللون السماوي وبه تطريز لامع، وأثار جدلا بين الجمهور لتغيير شكل الحائط وراءها خلفها متعرجة وغير مالسة، مما جعلهم يفكرون حول لجوء الفنانة للفوتوشوب في صورها. من تشبه أصالة بعد تغيير ملامحها؟ شبه الجمهور الفنانة أصالة بالفنانة بسمة بوسيلة، وذلك عقب إطلالتها بفستان رمادي. وفي أخر ظهور لها بالفستان الأحمر علق البعض بأن ملامحها تقارب ملامح الفنانة بلقيس. وحدث جدلا منذ فترة حول تقارب الشبه بينها وبين الفنانة أحلام، وأدى إلى حديث بين الفنانتين حول ذلك. ويذكر أن الفنانة أصالة احتفلت بعقد قرانها على الشاعر العراقي فائق حسن في سبتمبر الماضي، وذلك بين الأقارب والأصدقاء المقربين.